سريعة يعني بالنسبة لي أنا سريعة، بس انتوا هتاخدوا بالكم معايا واحدة واحدة، خطوة بخطوة تقدروا ترسموه زيها بالظبط. نبدأ بدايرة، ممكن نعمل دايرة كده عشان ايه، هنعمل الوجه هنا وهنعمل الجسم هنا ازاي. ما ننساش يا جماعة ايدنا تبقى خفيفة على القلم. شفتوا انا عملت ايه؟ هو نوعا ما سكتش كده، ولد شبه شخصية الانمي شوية. عموما هتبدأ تظهر في الاخر. إدنا تبقى خفيفة على الألم بالأول، إدنا تبقى خفيفة على الألم. تمام، منطقة الرقبة عنده عايزاكم بس تسمعوا صوت الألم، رصاص صوته ممتع على فكرة عشان هو قاعد. ف نوعا ما تحسوا كده غرقان في هدومه، شكله جامد. هتبدأ تبان الرسمة في هنا الوقت. بنعمل سكتش سريع طبعا مع التدريب كتير، سكتش السريع ده بيبقى سهل، يعني لما بتتدربوا كتير بيبقى سهل. بتاع الجاكيت اللي هو لابسه، اوكي. حاول بقى نظبط شعره، الأذن عنده، الدقن عنده، خدوا بالكم بقى منطقة الأنف، اوكي. انا المفروض ما اخليهوش كئيب، ف نحاول نظبط منطقة الانف، قصدي الشفايف. هتفهموا بعدين الخطوط اللي انا بعملها دي ليه. هو انا ستايل الرسم بتاعي اسمه سيمي رياليستيك، شعره ده تضليل يا جماعة. منطقة الرقبة عنده تعالوا نخفف شوية الرصاص عند دقن عنده. ما تقلوش ايدكوا على القلم اللي معاكوا، لازم تكونوا متعودين عليه. انا بقالي سنين ما رسمتش بالقلم ده، ف ده اول فيديو ارسم بالقلم ده. شفتي شكله ظهر ازاي؟ نكمل شكل رجله. هو قاعد كده نوعا ما،
احنا لما نقول خطوط مهمة فهي طبعا مهمة، الخطوط أهم حاجة. هنزود شوية في التضليل، بنضلل المنطقة اللي عند وجهه من هنا، المنطقة اللي عند رقبته، نضغط شوية على التضليل في منطقة رجله عشان تبان من جسمه، يعني ان دي رجله، لازم ناخد بالنا من الحتة دي. طيب تقريبا خلصنا، حاجات بسيطة بقى، رسمة الولد اللي شكله لطيف ده، ممكن نضغط شوية على القلم بقى، مش هيحصل حاجة يعني لو ضغطنا على القلم شوية، نبينها ان شكله كيوت بصراحة بشعره. كده خلصت، شكلها كيوت. طبعا لو انتوا عايزين تضيفوا لها يعني تفاصيل اكتر تقدروا تضيفوا لها تفاصيل اكتر طبعا، بس المهم يعني انتوا بتضيفوا التفاصيل تاخدوا بالكم ما تبوظوش الدنيا بعد ما عملتوها، يعني وقعنا شكلها كويس عشان المبالغة في الحاجة بتبوظها. زي ما قلت لكم بنبدأ الأول بإيدنا خفيفة، بعد كده بنتقل شوية عشان نبدأ نوضح الحاجات اللي احنا عايزينها. لو عجبكم الرسمة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وش، انا هنزل لكم رسومات زي دي كتير الايام الجايه، هتبقى رسومات احلى كمان، ومع الوقت انا عارفه انكم هتستفيدوا منها، هتقدروا تطوروا من نفسكم. باي.